طيب احنا كده خدنا مؤقتا اللي يهمنا في الايه، في الفيرم ليه. مع كل راوتنج بروتوكول بقى هندرسه هنعرف مشاكله مع ايه، مع الفيرم ليه. هننزل الريب، بقول لك لو انت بقى عندك نتورك مبنيه بالفيرم ليه، هتيجي تشغل الريب تكتشف بقى ان انت لازم تلغي حاجه اسمها سبليت هورايزون وشغلانه كده، او تستخدم حاجه اسمها سب انترفيسز. نفس الكلام برضو مع الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف. لكن الاستاتيك، الطريقه الاستاتيك عرفتها، لازم تستخدم النكست هوب، ما ينفعش اوت انترفيس، وشفنا احنا القصه بتاعتها ماشيه ازاي. طيب في بقى عندنا حاجه اسمها تريبل بي او اي، تريبل بي او اف ار، تريبل بي او اي، شويه انواع تانية كده. عايزين نفهم الموضوع ده ايه بالظبط. حاول كده على، طيب بصوا كده، لو انا عندي نتورك فيها راوتر وراوتر تاني بس المسافه ما بينهم قريبه، يبقى يكفيني ان انا اجيب ار جي 45 ار جي 45 واوصلهم ببعض. الدنيا هنا كده شغاله. لان سؤال، دي بوينت تو بوينت ولا بوينت تو مالتي بوينت؟ بس خد بالك فتحات الار جي 45 متبرمجه ان هي تستخدم ايثرنت 2، ومتبرمجه ان هي ليها ايه؟ ماك، يعني هنا اكس وهنا واي. يعني هنا الداتا وهي طالعه من الفتحه دي، رغم ان احنا مش محتاجين نحط لها ماكات، الا ان هيتحط لها سورس ماك وديستنيشن ماك واف سي اس. مع ان انت تلاحظ ما لهمش ايه؟ ما لهمش لازمه، بس هو هنا ما يعرفش اذا كانت الفتحه دي طالعه الناحيه الثانيه داخله على سويتش على راوتر مباشره، ولا في سويتش في اللي هي في النص، فلازم يحط ايه وداتا وهي طالعه، حط سورس ماك وديستنيشن ماك والاف سي اس. طيب لو انا عندي هنا ليست لاين مربوط سيريال، فيا اما هنا تريبل بي يا اما اتش دي ال سي، وهنا معروف ان التريبل بي والاتش دي ال سي لا يستخدم الا مع ايه؟ مع ليست لاين، يعني بوينت وايه؟ عشان كده اللي برمجه قال لك لا ماكات ولا مش ماكات ولا ادرس ولا اي حاجه، اف سي اس في علينا ايه. طيب لو انت بقى عندك نتورك بوينت ومالتي بوينت، البوينت ومالتي بوينت اما ان انت تكون رابطها بلان سويتش اللي هو ار جي 45 لو المسافه ما بين الراوترات دي قريبه، تمام كده، وهنا بقى الدنيا هتبقى شغاله بايه؟ بمكات، ومين المسؤول عن وضع المكات قبل ما تطلع؟ ايثرنت 2، وعندنا حاجه اسمها ماك ايه؟ ماك تيبل، والشبكه دي بي ام ايه ولا ام بي ام ايه؟ بي ام ايه، عشان كده مش هتعمل مشاكل قوي مع الراوتنج بروتوكول. طيب لو انت بقى عندك شبكه كده اهي، واللي محطوط هنا بقى حضرتك وان سويتش، اللي هو ممكن يبقى ايه؟ سيبك بقى من اكس 25، ممكن يبقى فريم ريلي، ممكن يبقى اي تي ام. كل واحد ليه اللاير 2 ادرس اللي بيشتغل بيها، وكل واحد ليه البروتوكولز الخاصه بيه. يعني مع الفريم ريلي شفنا الانفرس ايه؟ الانفرس ار، وشفنا ان هو ليه حاجه اسمها دي سي نمبر. اكيد بقى مع الاي تي ام هتلاقي حاجه شبه الانفرس ايه؟ ار. وهنا اللي بيستخدم اسمه في بي اي، في سي اي. طيب والبروتوكول اللي هيحط في الداتا قبل ما تطلع لو مع ده ديلسي نمبر اسمه ايه؟ ال اي بي بي، ومع ده اسمه ايه؟ اي تي ام، او ده برضه بيسموه فريم ايه؟ ريلي. بص انهي منطقه من الرسمه اللي قدامكم دي اللي ينفع نعمل فيها كومبريشن وانكريبشن واوثنتيكيشن وكواليتي وي 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 وي؟ المنطقة الوحيدة اللي هي ليست لاين شغالة بالتريبل بي مش بالاتش دي ال سي، تمام؟ يعني ايه ده؟ يعني ما يقدرش، مش هو يعادل التريبل بي والاتش دي ال سي يعادله ايثرنت 2؟ يقدر ايثرنت 2 يعمل لي اوثنتيكيشن وكومبريشن؟ ما يقدرش.
مين هنا اللي هيحط المكانات برضه ايثرنت 2؟ طب مين هنا اللي هيحط الديلس نمبر او يحط البي جي اي سي اي اللي هو ال اي بي بي او الاي تي ام؟ ولا واحد من البروتوكولات دي يقدر يعمل الشغل اللي بيعمله التريبل بي. ده بروتوكول جبار يعني، بيعمل حاجات ولا اي بروتوكول تاني يقدر يعملها. فالبروتوكولز كلها بدات تغير من ايه الحل ايه الحل ايه الحل. قاموا جايين اخترعوا ايه؟ تريبل بي او اي. ده هيحط كل الاضافات وكل الفيتشرز بتاعت التريبل بي في شبكات الايه؟ الايثرنت بكونفيجريشن تعملها هنا، تشغل اكسترا بروتوكول، بروتوكول اضافي جنب مين؟ ايثرنت 2. بس ده هيشتغل على شبكه ايه؟ الايثرنت، صح كده؟ فعشان كده سموه تريبل بي او اي. تمام؟ اشغله هنا بكونفيجريشن واشغله هنا بكونفيجريشن عشان يا عيني، ويبقى وكأن الايثرنت 2 بقى فيه مميزات ايه؟ التريبل بي. كده ايه اللي يحصل بقى في الداتا وهي طالعه؟ ادي الباكت اهي اللي هي باي بيهاتها وشغلها. اللي يستلمها الاول لا التريبل بي او اي، وبعد كده يسلمها الايثرنت 2 يحط بقى المكات والاف سي اس. بس ده يقوم لك بالمهمه بتاعته اللي هي بقى اوثنتيكيشن وكومبريشن وانكريبشن والشغل اللي هو يقدر يقوم بيه، الفيتشرز اللي احنا درسناها فيه. تمام كده؟ فده كده التريبل بي او اي. حتى بيقولوا عليه ايه؟ مش احنا عندنا الباكت دي لاير 3 والايثرنت ده لاير كام؟ 2. ده جه كده اتحشر في النص ايه؟ ما بينهم، عشان كده يقولوا عليه لاير 2.5. والله فاهم بيقولوا لي كده، مش حاجه انا مخترعها يعني. لاير ده في النص كده محشور ما بين لاير 3 ولاير 2. انا عارف اللي هو الليبل ال ام بي ال اس. بيسموه برضه لاير. اي حاجه هتتحشر ما بين لاير 2 ولاير 3 بيقولوا عليها لاير 2.5. تمام كده؟ فده هيتحشر في النص ليه؟ عشان يحط اضافات. طب هنا محتاجين نضيف حاجه تريبل بي. مفيش حاجه للاتش دي، انت لو مش عاجبك ايه شغل التريبل بي خلاص. يبقى المنطقه دي اقدر اعملها واظبطها واعمل اوثنتيكيشن وكومبريشن وانكريبشن وكل الشغل. طب والغلبانه دي برضه نفس الكلام، بس هنا لو شغلت التريبل بي يبقى لازم المنطقه دي تشتغل بوينت تو بوينت. يعني هيبقى مثلا البوينت دي ما تعرفش تتكلم غير يعني كانك شفتوا البوينت ومالتي بوينت هاب اند سبوك، انت كده هتحولها لهاب اند سبوك. فعشان كده هنا احنا مش هنشغل. بس انت لو عايز تضيف اكسترا فيتشر هيبقى تريبل بي او اي هيشتغل هنا. طب بالنسبه بقى للشبكه ديت، الشبكه ديت اما تبقى شغاله فريم ريلي او ايه؟ او اي تي ام. فاخترع لك بروتوكول تشغله هنا جنب الفريم اللي جنب الاي تي ام اكسترا فيتشر اسمه ايه؟ تريبل بي او اي. ده تشغله لو الفتحه دي شغاله بالايه؟ بالاي تي ام، تقوم جاي مشغل عليها التريبل بي او اي. وهنا تريبل بي او اف ار. من الاخر كله بيغير من التريبل بي، فعمل لك بروتوكول ده تشغله على فتحات الاي تي ام فقط. يعني ده ما ينفعش يشتغل على فتحه الا اذا كانت شغاله بالايه؟ بالاي تي ام. وده ما ينفعش يشتغل على فتحه الا اذا كانت شغاله بالايه؟ بالفريم ريلي. طب تريبل بي او اي بقى، التريبل بي المفترض ما يشتغلش الا على فتحه شغاله بالايه؟ بالايثرنت 2، صح كده؟ لا، في ميزه في التريبل بي او اي ان انت ممكن تشغله يحط لك الشغل الاضافي بتاع التريبل بي سواء على فتحات الايثرنت او على فتحات اللي شغاله بالاي تي ام او بالفريم ريلي. يعني التريبل بي او اي لوحده يغنيك عن التريبل بي او اي ويغنيك عن التريبل بي اوفر فريم ريلي. ممكن ما نستخدمش الاثنين دول خالص، وده فعلا اللي بيعمله. هو يكفيني انهي؟ التريبل بي. وعشان كده يقول لك ايه بقى حضرتك؟ لو انت شغلت التريبل بي او اي في شبكته الطبيعيه اللي هو اصلا اتصنع عشانها، فيبقى انت كده شغلت التريبل بي او اي
اوفر الايثرنت. فهيقولوا ايه تريبل بي او اي اوفر ايثرنت، يعني انت شغلته فعلا في شبكته وبيئته اللي هو تم اختراعه ليها. طب لو شغلت التريبل بي او اي في البيئه الغريبه عليه بس هو بيسبورت ان هو يعمل كده، شغلته في بيئه الاي تي ام هيسموه اوفر اي تي ام، ويقوم جاي قايل لك نسميه ايه تريبل بي او اي بس شغال اوفر ايه اوفر اي تي ام. حتى ساعات يختصر لك بدل ما يكتب ده يكتب لك اي او اي. اي او اي دي يقصد بيها ايه؟ تريبل بي او اي او اي. انت مشغل التريبل بي بس مش في بيئته الطبيعيه بتاعته اللي هي الايثرنت، لا مشغله في بيئه الاي تي ام. طيب ولو انت شغلته في الفريم اللي يسموه تريبل بي او اي او اف ار اوفر فريم اللي، تمام كده؟ ايه بقى لازمه البروتوكولات ديت عشان تضيف التريبل بي فيتشرز والمميزات اللي فيه على الشبكات اللي هي ما بتعرفش البروتوكولات بتاعتها ما بتعرفش تعمل الكلام ده، تمام كده؟ عشان ما تستعرفش بقى لما تلاقي تريبل بي او اي او او اي او اي او او اي او اف ار، تمام؟ واصبح ده وده تقريبا مش مستخدمين. كان ممكن هنا ما استخدمش بس التريبل بي او في فيه مميزات جميله ورائعه والاوبريشن بتاعه افضل واحسن، فعشان كده قال لك ايه طب خلينا نشغله في الشبكات كمان اللي هي اي تي ام او فريم ريلي. تمام بس ماشي الراوتر بتاع الانترنت اللي عندك في البيت اهو التريبل بي او اي ده كده اللي بيستعمل في ده هيبقى تريبل بي او اي او اي تي ام او اي عشان كده تلاقي مكتوب عليه تريبل بي او اي تريبل بي او اي، او تلاقي مكتوب في بعض الراوترات اي او اي ما حددش عليك قبل كده دي اي او اي. اي او اي دي اللي هو انهي اللي هو تريبل بي اوفر اي تي ام او اي اوفر اي تي ام. هو مش الاي تي ام في اللي هم بقى الاي دي اس ال والاي سي دي اس ال المفروض هم مختلفين عن الاي تي ام ولا لا؟ هو السويتشات الاي دي اس ال والاي سي دي اس ال اللي هو الدسلام اللي بيبقى في السنترال ده بيشتغل بنفس الطريقه اللي بيشتغل بيها الاي تي ام سويتش. والبروتوكول بي بي سي اي تي ام بي بي اي بي سي اي جاي له بس ده بيستخدم في ايه بقى؟ ما بيستخدمش في البابليك في البرايفت وان، ده بيستخدم في ايه؟ في البابليك وان، تمام؟ اللي هو عايزين نربط نفسنا، مش فرع عايز يربط نفسه بفرع تاني، لا ده فرع عايز يربط نفسه بالانترنت. فنستخدم بقى طريقتين بقى، ولا فريم ريلي ولا اي تي ام ولا ليز لاين، لا هستخدم ايه؟ يا اي دي اس ال يا حاجه ثانيه اسمها اس دي اس ال. والتريبل دي واي برضه اللي عليهم ده اللي هو اي او اي برضه. ايوه اللي هو لو انت اي دي اس ال، اي دي اس ال يعتبر اي تي ام. فهيبقى تريبل بي او اي اوفر اي تي ام. تمام؟ هيبقى ده تريبل بي او اي اوفر ايثرنت. ده في البيئه الطبيعيه بتاعته. وهو اصلا متصنع للايه؟ دي بقى بيستخدمها الناس اللي بتعمل ميكروتك. ميكروتك يوم جاي مشغل على الجهاز عنده تريبل بي او اي وعلى الميكروتك شغال تريبل بي او اي ويعمل كونكشن ما بينهم بيوزر وباسورد، وساعتها بقى ايه اللي هيحصل؟ الجهاز بتاعك مش هيعرف يتكلم غير مع الميكروتك بس، لان احنا قلنا التريبل بي بيسبورت بوينت وايه؟ بوي. عشان كده لو انت عملت كونكت للميكروتك هتتعزل عن ايه؟ عن باقي الناس ما تعرفش تتكلم معاهم. تمام؟ ده كده باختصار التريبل بي او اي واو اف ار واو اي. حضرتك عايز معلومات اكتر؟ ادي المذكره ايه؟ يا راحت فين؟ تمام؟ معلومات اكتر ايه بقى ايه براحتك؟ مسحوب لا كل ده ان بي مش مسحوب بي واحده واحده بقى. طيب يا اصحاب عندك حاجه تسمح كده مره واحده كله؟ هو لا في ايه ما كاتب ما احنا مش عايزين حاجه بفلوس، احنا عايزين حاجه كده تكون عند حد يعملها لنا. المشكله ان الورق ده بيتحشر. ايوه طيب نوقف الفيديو ده على كده ونشوف كده حاجه